احييكم في نشره اخباريه جديده من تن تي في. نبدأ جولتنا الإخبارية من تشكيل الحكومة الجديدة، حيث أدى صباح اليوم أعضاء الحكومة برئاسة شريف إسماعيل اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي. تتألف الحكومة الجديدة من 33 وزيرا، منهم 16 وزيرا جديدا. وعقب أداء اليمين، اجتمع الرئيس السيسي بالحكومة الجديدة بكامل تشكيلها لتكليفها بتحقيق طموحات الشعب وأماله ودفع عملية التنمية الشاملة واستكمال خطوات التحول الديمقراطي والاقتصادي وضرورة العمل سريعا على الملفات التي تمس حياة المواطن المصري وتحقق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة إليه مع مراعاة حقوق الفئات الأكثر فقرا والمهمشة. خلافا لحكومة المهندس إبراهيم محلى وبعد أيام من تكليف الرئاسة المهندس شريف إسماعيل بتشكيل حكومة جديدة، أدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الحكومة الجديدة التي يرأسها المهندس شريف إسماعيل تتألف من 33 وزارة وشهدت تعيين 16 وزيرا جديدا. فجاء الدكتور أحمد ذكي بدر وزيرا للتنمية المحلية، والدكتور محمد هشام زعزوع وزيرا للسياحة، والدكتور أشرف محمد الشيحي وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار مجدي حسن العجاتي وزيرا للشؤون القانونية ومجلس النواب، والدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور عصام فايد وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد عماد الدين رادي وزيرا للصحة والسكان، والدكتور الهلال الشربيني هلالي وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور سعد محمد الجيوشي وزيرا للنقل، والدكتورة صحر أحمد محمد نصر وزيرا للتعاون الدولي، والسيد حلم السيد النمنم وزيرا للثقافة، والمهندس ياسر عبد الحكيم القاضي وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس طارق أحمد الملا وزيرا للبترول والثروة المعدنية، والسيد جمال محمد سرور وزيرا للقوى العاملة، والمهندس طارق قابيل وزيرا للتجارة والصناعة، والسيدة نبيلة مكرم واصف وزيرا للدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج. كما ضم التشكيل ثلاث وزارات شملت التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم الفني، فضلا عن استبدال وزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب بوزارة العدالة الانتقالية، بالإضافة إلى استحداث وزارة دولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج. كان الرئيس السيسي قد كلف السبت الماضي المهندس شريف إسماعيل بتشكيل الحكومة الجديدة عقب قبوله استقالة حكومة إبراهيم محلى. رغم أن اسمه لم يكن مطروحا بقوة لتشكيل الحكومة الجديدة خلفا لإبراهيم محلى الذي قدم استقالة حكومته، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اختاره لخلافة محلى. شريف إسماعيل رئيس الوزراء الجديد تخرج في كلية الهندسة قسم ميكانيكا قوى جامعة عين شمس عام 1978، وعمل مهندسا في البحث والاستكشاف بشركة موبيل منذ عام تخرجه حتى عام 1979، وكان يعمل منذ عام 1979 حتى عام 2000 مهندسا بشركة إنبي، حتى وصل إلى منصب مدير عام الشؤون الفنية وعضو مجلس إدارة. تولى منصب وكيل وزارة لمتابعة عمليات البترول وشؤون الغاز من عام 2000 حتى عام 2005، ثم عين رئيساً للشركة القابضة للغازات أي غاز حتى عام 2007، بعدها ترأس شركة جنوب الوادي القابضة للبترول من عام 2007 حتى 2013. وفي 16 من يوليو من عام 2013 قرر حازم الببلاوي رئيس الوزراء الأسبق تعيين شريف إسماعيل وزيرا للبترول والثروة المعدنية خلفا لشريف هدار، وظل في منصبه مع حكومة الببلاوي وحكومتي محلى الأولى والثانية. من ناحية أخرى، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين المستشار نبيل أحمد توفيق صادق نائب رئيس محكمة النقد نائبا عاما لمدة 4 سنوات خلفا المستشار الشهيد هشام بركات، وأدى صادق اليمين الدستورية صباح اليوم أمام الرئيس. السيد المستشار نبيل أحمد توفيق صادق نائب رئيس محكمة النقد نائبا عاما لمدة 4 سنوات. أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل والأحق تنمى القوانين
أدى المستشار نبيل صادق رئيس المكتب الفني لرئيس محكمة النقد اليمين الدستوري نائبا عاما للبلاد خلفا للمستشار الراحل هشام بركات الذي لقي مصرعه في حادث إرهابي استهدف موقبه قبل شهور. المستشار نبيل صادق خريج أكاديمية الشرطة عام 1976 وحاصل على ليسانس الحقوق بتقدير جيد وبكالوريوس علوم شرطة وعمل بجهاز الشرطة حتى وصل لرتبة نقيب ثم قدم استقالته. عمل صادق بسلك القضاء في وظيفة مساعد نيابة واستمر في العمل وتولى مناصب قضائية من بينها رئيس نيابة بنيابة الشؤون المالية والتجارية ورئيس نيابة بنيابة جنوب القاهرة، كما عمل مع النائب العام الأسبق رجاء العربي بالمكتب الفني للنائب العام وتفتيش النيابات، وتولى رئاسة مكتب التعاون الدولي بمحكمة النقد ثم رئيسا للمكتب الفني لرئيس محكمة النقد منذ مجيء المستشار أحمد جمال الدين رئيسا للمحكمة، وأخيرا تم اختياره كنائب عام جديد. كما أصدر اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق مساعدا لرئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية. والتقى الرئيس اليوم بالمهندس محلب حيث أشاد بالجهود التي بذلها وأعضاء حكومته في ظروف بالغة الدقة والصعوبة. وأكد السيسي خلال اللقاء على أهمية متابعة كافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها والعمل على إنجازها بأعلى معايير الجودة وبأقل التكاليف الممكنة وفي المواعيد المقررة لذلك. وإلى أنشطة الرئيس، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك في أول زيارة يقوم بها إلى مصر منذ توليه رئاسة المجلس الأوروبي. وأعلن السيسي اتفاقه مع رئيس المجلس الأوروبي على الارتقاء بالشراكة المصرية الأوروبية خلال الفترة المقبلة من خلال التوسع في الشراكات التنموية بين الجانبين في شتى القطاعات وتشجيع المؤسسات الأوروبية على المشاركة في المشروعات الوطنية الكبرى التي تطلقها مصر حالياً. قامت الرئيس على أهمية الارتقاء بالشراكة المصرية الأوروبية خلال الفترة المقبلة من خلال التوسع في الشراكة التنموية بين الجانبين في شتى القطاعات وتشجيع المؤسسات الأوروبية على المشاركة في المشروعات الوطنية الكبرى التي تطلقها مصر حاليا وضخ المزيد من الاستثمارات الأوروبية والاستفادة من الفرص الجاذبة للاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة الحالية. وخلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس المجلس الأوروبي، طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب الحكومة الإسرائيلية بالعمل الجاد على نزع فتيل الاعتداء على الحرم القدسي والتحلي بروح المسؤولية ووقف الانتهاكات اليومية للحرم القدسي الشريف. ودعا الرئيس السيسي الحكومة الإسرائيلية لاتخاذ إجراءات فعالة وفورية منعا لأسباب هذا التوتر المتصاعد بصورة كاملة ولتجنب تبعات تفاقم هذا الوضع وخروجه عن السيطرة. إن الانتهاكات اليومية التي يشهدها المسجد الأقصى والتي تزايدت وتيرتها بشكل غير مسبوق إنما تخلق ظروفا بالغة الدقة وتؤشر إلى تقاعس الحكومة الإسرائيلية عن الاطلاع بمسؤولياتها وفقا لقواعد القانون الدولي التي تفرض عدم المساس بهذه المقدسات وتوجب توفير كامل الحماية لها ومنع الإضرار بها والتصدي لأي محاولات لتغيير طبيعتها. أهلا بكم من جديد إلى أخبارنا العربية والدولية من الأراضي المحتلة، حيث تواصلت الشبكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمواطنين الفلسطينيين في قرية عنين بغرب جنين، ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع. واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية عنين في ساعة متأخرة من الليلة الماضية في إطار حملة تنظمها سلطات الاحتلال في المسجد الأقصى وعدد من القرى الفلسطينية. في قناص فوق، في قناص. تزامنا مع بدء عدة أعياد يهودية واستئنافا لخارطة طريق تهويد القدس أو ما تبقى عربيا منها، تتوالى اعتداءات وانتهاكات القوات الإسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى لتصل إلى حد استنفار قوات احتياطية لمواجهة المقدسيين.
ففي لجنة استثنائية عقدتها لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيسة الإسرائيلية الجمعة خلال العطلة الصيفية للكنيسة، تقرر السماح للجيش باستدعاء أفراد من قوات الاحتياط لحرس الحدود إلى الخدمة بشكل فوري لمواجهة تصاعد الأوضاع الأمنية في القدس. وعلى الرغم من أن الأردن هو الذي يتولى إدارة شؤون المسجد، فرضت القوات الإسرائيلية أيضاً قيوداً على دخول المسجد تمنع بموجبها الرجال دون 40 عاماً من أداء صلاة الجمعة في المسجد المبارك. في الوقت ذاته شارك الفلسطينيون في مسيرات جماهيرية حاشدة بمختلف مناطق قطاع غزة احتجاجاً على تلك الهجمات السافرة. المسيرات التي دعت لها حركة حماس والجهاد الإسلامي انطلقت بعد صلاة الجمعة من مساجد بيت حانون وبيت الأهيا ومخيم جبلايا وما بين شجب وإدانة. لم تتعدى ردود الأفعال الدولية حد المكالمات والتصريحات. كانت ساحات المسجد الأقصى قد شهدت مواجهات بين المصلين والقوات الإسرائيلية يوم الأحد الماضي إثر اقتحام قوات الاحتلال المسجد والاعتداء على المواطنين بالقنابل الصوتية والمسيلة للدموع تمهيداً لدخول مستوطنين متشددين الموقع المقدس. وما زلنا في الأراضي المحتلة، حيث شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم غارات جوية على قطاع غزة بعد أن أطلق صواريخ على جنوب إسرائيل. واستهدفت الغارات الجوية تدريباً معسكري تدريب لحركة حماس دون أن تؤدي إلى وقوع إصابات. هذا وحمل الجيش الإسرائيلي وحركة حماس مسؤولية إطلاق الصاروخين باعتبار أنهما التي باعتبار أنها هي التي تدير شؤون القطاع، ولم يتسبب الصاروخان في أي إصابات، لكن أحدهما أصاب حافلة في ساحة الانتظار للمركبات في بلدة سيدوت، فيما تمكن نظام القبة الحديدية الدفاعي من تدمير الصاروخ الآخر فوق بلدة عسقلان حسب ما أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي. وإلى الأزمة اليمنية، حيث قصفت طائرات قوات التحالف العربي وزارة الداخلية اليمنية في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، كما شنت عدة غارات أخرى على المواقع في قلب المدينة. وكثف التحالف غاراته الجوية في الأسابيع الأخيرة مع استعداد قوة برية عربية ومقاتلين موالين للرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي لشن هجوم لاستعادة صنعاء التي سيطر عليها المقاتلون الحوثيون في سبتمبر من عام 2014. وإلى سوريا، حيث أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن طائرات الجيش شنت أمس ما لا يقل عن 25 غارة على مدينة تدمر التي يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي في ثاني قصف مكثف لأراضي يسيطر عليها التنظيم المتشدد خلال يومين. وأضاف المرصد أن ما لا يقل عن 26 شخصا قتلوا في الغارات، من بينهم 12 من مقاتلي داعش. كانت الطائرة السورية قد شنت الخميس ما لا يقل عن 12 غارة جوية على مدينة الرقة معقل داعش في الشمال السوري. من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي جون كاري أن الصراع في سوريا طال أكثر مما يجب، وأن الوقت قد حان للبحث عن سبل لإنهاء الحرب الدائرة منذ 4 سنوات ووضع حد لأزمة اللجوء التي تزداد تفاقماً. وأوضح كيري أن محادثات عسكرية مبدئية بين الولايات المتحدة وروسيا جرت أمس عبر الهاتف تمثل بداية مهمة لتجنب صدام بين البلدين في سوريا. كانت روسيا قد عززت وجودها العسكري في سوريا خلال الأسابيع الماضية ونشرت 4 مقاتلات روسية في مناطق خاضعة لحكومة الأسد. في الإمارات، أعلن ديوان حاكم دبي وفاة راشد بن محمد بن راشد المكتوم صباح اليوم إثر نوبة قلبية، وسيصلى على جثمان المغفور له بإذن الله تعالى في مسجد زعبيل مساء اليوم، ثم يوارى الثرى في مقبرة أم هرير في بر دبي. أعلن الديوان الحداد في إمارة دبي 3 أيام اعتبارا من اليوم وتنكيس الأعلام على الدوائر والمؤسسات الحكومية في دبي.
أهلا بكم من جديد إلى أخبارنا الرياضية من استعدادات نهائي كأس مصر، حيث استقر الجهاز الفني للأهلي على الدفع باثنين مهاجمين في مباراة الزمالك المقرر لها بعد غد الاثنين باستاد بيترسبورغ في نهائي كأس مصر. ينوي فتحي مبروك المدير الفني للأهلي الدفع بعمر جمال ومعه الغني أنتوي أو الجابوني ملك فونا، وهو ما سيتحدد خلال تدريبات اليوم وغدا. عاد أنتوي للمشاركة في تدريبات فريقه أمس بعد غياب عدة أسابيع للإصابة بجذع في الكاحل، فيما سيعود إيفونا للمشاركة في ميران اليوم بعد تمثله للشفاء من إصابته الأخيرة بإجهاد في العضلة الضامة. وإلى القلعة البيضاء، حيث يعقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اجتماعا مع لاعب الفريق الأول على هامش ميران اليوم لتحفيزهم قبل مباراة نهائي كأس مصر بعد غد الاثنين. ومن المقرر أن يطالب مرتضى منصور لاعبي الزمالك بتقديم مباراة قوية أمام النادي الأهلي وتحقيق الفوز لإسعاد جماهير القلعة البيضاء والحفاظ على لقب الكأس. وإلى الدوري الإنجليزي لكرة القدم بريمليج، حيث فاز نادي تشيلسي غريمه أرسنال في ديربي لندن خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين ظهر اليوم في إطار مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي. أحرز هدفي تشيلسي كورت زوما وإيدن هازارد في الوقت الذي خاض فيه أرسنال المباراة منقوصا بلاعبين بعد طرد الثنائي جابرييل وكازورلا. جاء هذا الفوز ليوقف نزيف تشيلسي في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي ليحقق فوزه الثاني رافعا رصيده إلى 7 نقاط، فيما يمتلك أرسنال 10 نقاط. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا، أشكر لكم طيب المتابعة وفي أمان الله.